شهر رمضان كريم على الأبواب، ومن فوريفر حضرناكن علبة بقلبها منتجات بتساعدكن على الصيام. حيكون في قرعة لاختيار 7 فائزين من الشرق الأوسط. وهلأ خلينا نشوف شو المنتجات الموجودة بالعلبة وكيف فينا نستخدمهم. أول منتج هو الفوريفر ألوفيرا جيل أو عصير الصبار، مثل ما بنعرف مهم جدا خلال شهر رمضان، لأنه لما تصوموا بصير ناقصكم فيتامينات ومعادن، والألوفيرا جيل عنده كتير فيتامينات ومعادن وحيساعدكم كمان على الجهاز الهضمي. فيكم تشربوا 30 مللتر مرتين باليوم، مرة بعد الإفطار ومرة بعد السحور. المنتج التالي اللي حنحكي عنه هو الفوريفر لايت ألترا. حتنقوا اذا كان بدكم نكهه الفانيلا او الشوكولاته، ولازم تشربوه مره باليوم. تاخذوا نص ملعقه بتخلطوها مع حليب خالي من الدسم او مع مي، تشربوه اهم شيء تشربوه بعد التمارين الرياضيه اذا كنتوا عم تعملوا تمارين رياضيه، او تشربوه بين الافطار والسحور، او تاخذوه كوجبه بديل السحور. المنتج الثالث اللي نقيناه هو الفوريفر بي بولن. فوريفر بي بولن بقويكم مناعتكم، لأن مثل ما بنعرف خلال الصيام أمرار فيها تنزل مناعتكم، كمان لما تفيقوا بنص الليل لتتسحروا مناعتكم تنزل شوي، فالفوريفر بي بولن هون ليساعدكم. فيكم تاخذوا 3 حبات باليوم، حبة بعد الإفطار، حبة بين الإفطار والسحور، وحبة بعد وجبة السحور. المنتج الرابع اللي حنحكي عنه هو الفوريفر فايبر. فوريفر فايبر مهم جدا لأنه حيخليكم تشبعوا وما بتكونوا عم تاخذوا اي سعرات حراريه. فيكم تخلطوا ساشي واحد او كيس واحد مع المي بين السحور والافطار كوجبه خفيفه. واخر منتج اكيد مهم جدا خلال شهر رمضان الكريم هو الفوريفر بي هوني او العسل. العسل بيعطيكم طاقه خصيصا لما تكونوا صايمين كل النهار عايزين شيء مثل يعطيكم طاقة، فبتزيدوا العسل على الفواكه مثلا، أو فيكم تاخذوا ملعقة واحدة خلال اليوم مشان تزيدوا طاقتكم وحتى يعطيكم مثل طعمة سكر بس طبيعية. علبة رمضان متوفرة بكل الفروع بالشرق الأوسط، فروحوا هلا اشتروها، استفيدوا من منتجات فوريفر لتضلكم بصحة جيدة خلال شهر رمضان الكريم. ما تنسوا كمان إنه معقول تكونوا واحد من الفائزين. بتمنى لكم شهر رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.